السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم. درسنا لهذا اليوم رياضيات الصف أول متوسط، وصلنا إلى الدرس الرابع من الفصل الأول، حل المعادلات ذات الخطوة الواحدة، صفحة 20. حل المعادلات ذات الخطوة الواحدة، شن يعني حل المعادلات ذات الخطوة الواحدة؟ أول شيء نوضح المعادلة. المعادلة هي عبارة جبرية تحتوي على إشارة المساواة. المعادلة هي عبارة جبرية تحتوي على المساواة. العبارة الجبرية أخذناها هي بيها متغير وأعداد وتربطهم عملية حسابية. صار واضح؟ هنا عندنا المعادلة تحتوي على إشارة المساواة، يعني عبارة جبرية ويساوي ناتج. عبارة جبرية يساوي ونشوف بالمعادلة أكو ناتج، يعني طرفين، طرف أول وطرف ثاني. هنا عندنا هذه العبارة الجبرية هي بيها متغير، بيها متغير، وأخذنا العبارة الجبرية ومنين تتكون بيها متغير. فحل المعادلة هو إيجاد القيمة المجهولة فيها، يعني إيجاد قيمة المتغير، إيجاد قيمة المتغير. صار واضح؟ لأن المتغير هو يعني قيمة مجهولة، فبالمعادلة حل المعادلة هو إيجاد هذه القيمة المجهولة، إيجاد هذه القيمة المجهولة. زين، المعادلات أربعة: معادلة الجمع، ومعادلة الطرح، معادلة الضرب، معادلة القسمة. معادلة الجمع هي المعادلة التي تحتوي على العملية الحسابية وهي الجمع فقط، تسمى معادلة الجمع، لذلك تسمى حل المعادلات ذات الخطوة الواحدة، يعني تحتوي على عملية حسابية واحدة، يا أما تكون جمع تسمى معادلة جمع، أو تكون طرح تسمى معادلة طرح. إذا العملية الحسابية في المعادلة ضرب تسمى معادلة ضرب، وإذا قسمة تسمى معادلة قسمة. صار واضح؟ يعني بها عملية حسابية واحدة. هسه أول شيء نجي إلى معادلات الجمع والطرح. أولاً، حل المعادلات الجمع والطرح باستعمال الحساب الذهني. عندنا هذه أمثلة. هنا عندنا 3 زائد واي يساوي 10. هاي شنو هنا عندنا؟ عندنا معادلة. معادلة، أي معادلة؟ معادلة جمع، تسمى معادلة جمع. ليش معادلة جمع؟ لأن تحتوي على عملية حسابية واحدة وهي الجمع، تحتوي على العملية الحسابية وهي الجمع، تسمى معادلة جمع. زين، المعادلة هي عبارة عن عبارة جبرية، عبارة جبرية، هذه هي العبارة الجبرية، هذه هي العبارة الجبرية، يعني 3 زائد واي عبارة جبرية بها متغير، العبارة الجبرية بها متغير 3 زائد واي، يعني هاي الواي قيمة مجهولة، قيمة مجهولة، وتحتوي على إشارة المساواة، هذه يساوي بها، يعني هنا عندنا هذه المعادلة طرف أول وطرف ثاني، طرف أول وطرف ثاني، يعني قبل المساواة هذا طرف، وبعد المساواة الطرف الثاني. زين، هذه المعادلة بها قيمة مجهولة، بها قيمة مجهولة اللي هي الواي. فحل المعادلة هو إيجاد هذه القيمة المجهولة، إيجاد قيمة القيمة المجهولة. زين، هسه هنا راح نحل معادلة الجمع والطرح باستعمال الحساب الذهني. يعني هنا الحساب الذهني، أنا هنا أشغل عقلي، يعني أقول 3 زائد واي يساوي 10، يعني يا عدد أجمع واي 3 راح يساوينا 10، فهنا راح أقول 7، راح أقول 7، لأن 3 زائد 7 يساوينا 10. إذن قيمة واي شكيد؟ إذن قيمة واي تساوي 7، قيمة واي تساوي 7. هذه هنا أنا حليتها بالحساب الذهني. إذن هنا أنا أقول قيمة واي، واي شو تساوي؟ تساوي 7، قيمة واي تساوي 7. حتى هنا أنا من أجمع أقول 3 زائد واي شكيد؟ واي 7، ويساوي 3 زائد 7 ويساوي 10. صار واضح؟ هذا الحساب الذهني، يعني أنا هنا أقول 3 بمن أجمعها حتى تصير 10، طبعا راح أقول 7. زين، هسه هنا عندنا هذه المعادلة هي معادلة طرح، تسمى معادلة طرح. ليش؟ لأن هنا عندنا العملية الحسابية هي طرح، فتسمى معادلة طرح. 15 ناقص X، 15 ناقص X هذه هي العبارة الجبرية، هنا تحتوي على المساواة يساوي 7. 15 ناقص X يساوي 7. زين، حل المعادلة هو إيجاد القيمة المجهولة. وين القيمة المجهولة؟ القيمة المجهولة هو المتغير X، المتغير X. فهنا حتى أطلع هذه القيمة المجهولة أقول هنا X يساوي،
يعني هنا شنو راح يصير؟ الأحرف راح أخليها بهذا الطرف والأرقام أخليها بالطرف الثاني. هنا عندنا اكس يساوي 15، هنا ايش قد أطرح من عدها حتى يبقى لي 7؟ يعني 15 ايش قد أنقص من عدها حتى الناتج هو 7؟ فراح أقول 8، راح أقول 8. إذن 15 ناقص 8 شي يساوي لنا؟ يساوي لنا 7. هنا أنا أقول 15 ناقص الاكس ايش قد؟ الاكس 8 يساوي 15 ناقص 8 هو 7. صار واضح؟ عندنا هنا المثال الثالث، اكس زائد 4 يساوي 56. هنا اذا اريد استعمل الحساب الذهني، هنا شنو اقول؟ الناتج شنو عندي؟ الناتج عندي احاد وعشرات، احاد وعشرات. فهنا حتى اريد اطلع هاي القيمه المجهوله اللي هي قيمه اكس، اقول اكس تساوي، اكس تساوي، هنا اخلي الاحرف وهنا اخلي الارقام. اكس تساوي، هنا عندنا الناتج هو 56، هذا بي احاد وعشرات وهنا عندي احاد، يعني هنا اقول هنا الاربعه شلون صارت 6؟ جمعتها ويا ايش قد؟ اجمعها ويا الاثنين، اجمعها ويا اثنين، اذا هنا الاحاد راح يكون 2 وهذه الخمسه تنزل، فهنا قيمه اكس هي 52. 52 شلون عرفت ذهنيا 52؟ اشوف هنا الناتج 56، يعني هنا الاحاد 6 وهنا عندي الاحاد 4، فهذه الاربعه شلون صارت 6؟ لازم هنا اجمعها ويا 2 حتى تصير 6، فهنا اقول 2 وهذه الخمسه تنزل، فراح تصير هنا قيمه اكس ايش قد؟ 52. فعرفت انه قيمه اكس ايش قد؟ 52. هسه اذا اريد اتحقق اقول 52 زائد 4 ويساوي 2 زائد 4 هو 6 وهذه الخمسة تنزل ويساوي 56. صار واضح؟ هذه طريقة الحساب الذهني. الطريقة الثانية وهي حل المعادلات باستعمال العلاقة بين الجمع والطرح. هنا عندي المعادلات هي معادلة جمع ومعادلة طرح. شلون هنا أطلع القيمة المجهولة باستعمال العلاقة بين الجمع والطرح؟ هنا عندنا هذه المعادلة الأولى، اكس زائد 25 يساوي 128. هنا شنو عندي العملية الحسابية؟ هي جمع. حتى أطلع القيمة المجهولة اللي هو المتغير x، أحول الجمع إلى طرح، أحول الجمع إلى طرح، وهذا يسمى العلاقة بين الجمع والطرح. يعني أكو علاقة بين الجمع والطرح، الجمع أحولها إلى طرح. فهنا حتى أطلع قيمة x اللي هي القيمة المجهولة، أقول x تساوي، راح أطرح هنا، راح أحول العملية إلى طرح. من أحول العملية إلى طرح؟ هذه 25 أنقلها إلى الطرف الآخر، أنقلها إلى الطرف الآخر، فراح يصير هنا 128 ناقص 25 ويساوي، يعني هنا من أنا أقلب العملية الحسابية، هنا جمع سويتها طرح، هذا هنا عندنا العدد راح يعني راح يتحول او ينقل الى الطرف الثاني، لان عندنا المعادله هذا الطرف الاول وهذا الطرف الثاني بيناتهم المساواه. فمن ينتقل راح تتغير العمليه الحسابيه، راح تكون هنا طرح. صار واضح؟ هنا صار عندي طرح، فراح اقول هنا 128 ناقص 25. هسه اطرح اقول 8 ناقص 5 هو 3، و2 ناقص 2 هو 0، وهذا الواحد ينزل. إذن قيمة X جديد 103. قيمة X، إذن قيمة X شو تساوي هنا؟ طلعنا القيمة المجهولة جديد 103. قيمة X تساوي 103. هسا إذا أريد أتحقق من صحة الحل، أقول 103 زائد 25 راح يساوي لنا 128. صار واضح؟ هذا استعملت العلاقة بين الجمع والطرح. هنا عندنا العملية الحسابية جمع حولتها إلى طرح. ناخذ مثال ثاني، هنا عندنا y ناقص 8 يساوي مطلق سالب 30. هنا شنو عندي؟ هذه المعادلة معادلة طرح. ليش طرح؟ لأن تحتوي على العملية الحسابية وهي الطرح. هنا عندنا المتغير y، حتى أطلع قيمة هذا المتغير ال y لازم شو أسوي؟ لازم أجمع، يعني أحول أحول الطرح إلى جمع، أحول الطرح إلى جمع. فهنا أقول y تساوي، هنا أخلي الأرقام، العفو، هنا أخلي الأحرف بهذا الطرف والطرف الثاني أخلي الأرقام،
واي تساوي. هنا راح احول العمليه، راح احول العمليه الى جمع، من طرح احولها الى جمع، فهذا هنا عندنا العدد راح ينتقل للطرف الثاني فراح تتغير الاشاره. فهنا اقول سالب مطلق سالب 30 زائد احولها الى جمع زائد هنا زائد 8 زائد 8 ويش يساوي. هنا عندنا اتخلص من هذا المطلق، شنو اقول هنا؟ اقول واي تساوي السالب 30 هو 30 زائد 8 ويساوي، هسه راح اجمع 30 زائد 8 ويساوي 38 38. اذا قيمه واي تساوي 38، واي تساوي 38 يعني طلعت هذه القيمه، قيمه واي ايش قد؟ 38. من اتحقق من صحه الحل 38 انقص من عتها 8 يساوي 30. صار واضح؟ هنا عندنا المثال الثالث 45 ناقص زيت يساوي 9. هنا شنو عندي المعادله؟ معادله طرح. حتى استعمل هنا اجد القيمه المجهوله باستعمال العلاقه بين الجمع والطرح، هنا راح استعمل العلاقه بين الجمع والطرح، لكن هنا شنو الاحظ؟ العدد الاول في عمليه الطرح معلوم، معلوم، فهنا ما احولها الى جمع، ما احول هنا الى جمع، يعني هنا من اطلع قيمه زد ما احولها الى جمع. ليش؟ لان هنا عندنا العدد الاول في عمليه الطرح معلوم. اذا العدد الاول في عمليه الطرح معلوم فالطرح يبقى طرح، عمليه الطرح تبقى طرح، فقط احولها الى جمع اذا كان العدد الاول مجهول والعمليه طرح تتحول الى جمع. اما اذا كان معلوم العدد والعمليه طرح فهنا تبقى طرح. هسه هنا من اطلع قيمه زد شنو اقول؟ اقول زد تساوي 45 ناقص 9. 45 45 انقص من عتها 9 ويساوي 36 36. اذا قيمه زد شو تساوي؟ تساوي 36. قيمه زد تساوي 36. صار واضح؟ هنا عندنا استعمال العلاقة بين الجمع والطرح، إذا كانت العملية جمع أحولها إلى طرح، أحولها إلى طرح، زين، إذا في المعادلة الطرح، إذا كان العدد الأول هو المجهول والعملية طرح تتحول إلى جمع، أما إذا كان العدد الأول معلوم والعملية الطرح تبقى عملية طرح، وأطرح، هنا أطلع قيمة زد، أطرح أقول 45 ناقص 9 ويساوي 36. من اتحقق من صحة الحل اقول 45 انقص من عتها 36 راح يكون الناتج هو 9. صار واضح؟ هذا بالنسبة لمعادلات الجمع والطرح. هسه نجي الى معادلات الضرب والقسمة. حل معادلات الضرب والقسمة باستعمال العلاقة بين الضرب والقسمة. عندنا هذه الامثلة، عندنا هنا 4 في كي يساوي 160. هذه شنو المعادلة؟ معادلة الضرب. ليش معادلة الضرب؟ لأنها تحتوي على العملية الحسابية وهي الضرب. حتى أطلع هنا القيمة المجهولة، القيمة المجهولة وهي الكي، أحول الضرب إلى قسمة، أحول الضرب إلى قسمة، لأن هنا راح استعمل العلاقة بين الضرب والقسمة. هنا عندي ضرب أحولها إلى قسمة، زين. هسه هنا حتى أطلع قيمة كي أقول كي تساوي، أخلي هنا الأحرف والطرف الثاني من المعادلة راح أخلي الأرقام، يعني هنا أنا أقول كي تساوي، هنا راح أحولها إلى قسمة. من أحولها إلى قسمة عندنا هذا هنا الأربعة راح تتحول للطرف الثاني، فهنا أنا أقول 160 تقسيم 4. هنا حولت الأربعة، حولتها للطرف الثاني لأن غيرت العملية الحسابية، فراح يصير هنا 160 تقسيم 4. وطبعا هنا في عملية القسمة لازم المقسوم يكون أكبر من المقسوم عليه، فهسه أقدر أقسم 160 أقسمها على 4. صار واضح؟ هنا أقسم قسمة طويلة 160 أقسمها على 4. هنا واحد كمر بها 4 ما بها، أخذ 16، 16 كمر بها 4 بها 4، 4 في 4 16، أطرح 6 ناقص 6 0، 1 ناقص 1 0، هسه راح أنزل الصفر.
صفر كمرة بها 4 ما بها، فأصعده راح يصير هنا الناتج 40. الناتج 40 والباقي صفر، لأن هسه بني أقول صفر في 4 راح أقول صفر وأطرح الباقي هو صفر، إذن الناتج هو 40. الناتج هو 40. إذن قيمة كي هنا شقد طلعناها؟ طلعناها يساوي 40. قيمة كي تساوي 40. هنا أنا طلعت القيمة المجهولة باستعمال العلاقة بين الضرب والقسمة، الضرب حولتها إلى قسمة. المثال الثاني x تقسيم 7 يساوي 12. هنا شنو عندنا؟ هذه معادلة، معادلة قسمة، لأنها تحتوي على العملية الحسابية وهي القسمة. زين، هنا عندي قسمة والمقسوم هو المجهول، المقسوم هو المجهول، فهنا حتى أطلع القيمة المجهولة أحولها إلى ضرب، حتى أطلع قيمة x أحولها إلى ضرب، أضرب السبعة ويا الـ 12، أضرب السبعة ويا الـ 12، يعني هنا أقول x تساوي، هنا راح أنقل السبعة، راح أنقلها للطرف الثاني لأن حولت العملية الحسابية، فراح يصير هنا 12 في 7 ويساوي. هسه أضرب 12 في 7، 7 في 2 14، 4 1 إعادة تسمية، 7 في 1 7 و 1 8، إذن الناتج هو 84. 84 إذن قيمة X شو تساوي؟ تساوي 84. 84 هي قيمة X. إذا أريد أتحقق من صحة الحل أقول 84 أقسمها على 7 راح يكون الناتج هو 12. صار واضح؟ يعني هنا عندنا عملية ضرب حتى طلع القيمة المجهولة حولتها إلى قسمة، هنا عندنا قسمة حولتها إلى ضرب، هنا عندنا القسمة حولتها إلى ضرب. إذا كان المقسوم هو المجهول، هو المجهول، لكن إذا كان المقسوم هو معلوم، هو معلوم المقسوم عليه هو المجهول، في هذه الحالة القسمة تبقى قسمة، عملية الحسابية القسمة تبقى قسمة، ما حولها إلى ضرب إذا كان المقسوم معلوم. صار واضح؟ يعني هنا عندنا 42 تقسيم y يساوي سالب 6. زين، هنا عندنا العملية الحسابية هي قسمة، المتغير هو الواي، قيمة مجهولة، حتى أطلع قيمة y هنا أقول y تساوي. زين، هنا عندنا هذه القسمة راح تبقى قسمة، هنا أقول 42 اللي هو المقسوم، 42 تقسيم شقد سالب 6، يعني هنا يقول 42 تقسيم سالب 6. هنا ليش بقت قسمة؟ لأن المقسوم معلوم، المقسوم معلوم، فهنا العملية الحسابية تبقى قسمة. هنا أقول 42 أقسمها على سالب 6. زين، هنا أقول قيمة y تساوي، بما أنه الإشارات مختلفة، هنا سالب وهنا عندنا موجب، إذن إشارة الناتج راح تكون سالب، راح تكون سالب، وقسم 42 تقسيم 6. هنا أقول 42 أقسمها على 6، 42 تقسيم 6 هي 7، 7 في 6 42، وأطرح 0 0 إذن 7، إذن الناتج هو سالب 7، يعني قيمة y شقد؟ سالب 7، سالب 7. إذا أريد أتحقق من صحة الحل 42 أقسمها على سالب 7، هنا راح يصير التحقق حتى تكون واضحة لكم. هنا 42 تقسيم قيمة y قد طلعناها سالب 7، سالب 7 ويساوي. هنا عندي قسمة والإشارات مختلفة، أنزل إشارة السالب. هسه هنا أقول يا عدد أضربه بالسبعة يكون ناتج 42، راح أقول 6، لأن 6 في 7 42، إذن الناتج هو سالب 6. هنا عندنا الناتج هو سالب 6. صار واضح هذا التحقق؟ هنا عندنا هذا المثال الأخير، زد في القيمة المطلقة لسالب 5 يساوينا 45. هنا شنو عندي؟ المعادلة معادلة ضرب، حتى هنا أجد القيمة المجهولة باستعمال العلاقة بين الضرب والقسمة أحول الضرب إلى قسمة، فهنا أقول زد تساوي، أطلع قيمة زد تساوي، هنا راح أحولها إلى قسمة، عندنا هذا العدد راح ينتقل للطرف الثاني، فراح يصير هنا 45 تقسيم، لأن هنا صارت العملية قسمة تقسيم، هنا سالب القيمة المطلقة لسالب 5. هنا أتخلص من القيمة المطلقة، فأقول زد تساوي 45 تقسيم 5، القيمة المطلقة لسالب 5 هو 5، فهنا أقول 45 أقسمها على 5
ويساوي عدد أضربه بالخمسة يكون الناتج 45، راح أقول 9. إذن قيمة Z تساوي 9. قيمة Z تساوي 9. هنا استعملت العلاقة بين الضرب والقسمة. صار واضح؟ إذن إذا كانت عملية ضرب أحولها إلى قسمة، وإذا كانت قسمة، إذا كان المقسوم هو المجهول أحوله إلى ضرب. أما إذا كان المقسوم معلوم فالعملية الحسابية تبقى قسمة. صار واضح؟ هذا بالنسبة لحل المعادلات ذات الخطوة الواحدة.